بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر الخامس أو المحاضرة الخامسة هي الإنتاجية productivity. الإنتاجية معناها الإنتاج لكل كائن حي. على سبيل المثال الآن طلابنا مثلا في حالة حظر التجوال، هل هناك إنتاجية للطالب أو لا؟ هل الطالب يعني وقته يضيع هدر بدون أي نتيجة، بدون أي إنتاجية، أو أنه هناك إنتاجية للطالب يعني وقته ممكن يعني يستفاد منه، مثلا يدرس محاضراته. مثلا في حالة إحنا علم البيئة عندك كتاب، تستطيع أن تستثمر هذا الوقت في دراسته، في قراءة الكتاب، في دراسة الكتاب، في قراءة المحاضرات، في الإجابة على الأسئلة للواجبات البيتية إلى آخره. يعني أكو إنتاجية، أكو productivity، فهذا معناه الإنتاجية. نلاحظ هنا هذه ستيكر أوراق قابلة للصق، تلصق. فهذا شخص عنده إنتاجية كبيرة، يعني إذا تلاحظ أنه في كل ورقة هنالك فد هدف، هنالك فد واجب يجب أن يقوم به. فتستخدم هذه الأوراق لكتابة الأهداف، لكتابة الأهداف. طبعاً الإنتاج نوعين، الإنتاج الحيوي biological productivity، والإنتاج النوع الثاني الإنتاج الصناعي industrial productivity. طبعا معلوم الحيوي هو اللي تقوم بالكائنات الحية، الحيوي هو اللي تقوم بالكائنات الحية، مثلا النباتات تقوم بتصنيع بعملية تركيب الضوء وتصنيع السكر بوجود طاقة الشمس وثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو والماء، هذا هو الإنتاج الحيوي. والإنتاج الصناعي الإنتاج اللي يقوم بالإنسان مثلا في المعامل. يقسم الإنتاج الحيوي، طبعا احنا نهتم بالإنتاج الحيوي، يقسم الإنتاج الحيوي إلى نوعين أساسيين، Basic Productivity و Secondary Productivity، الإنتاج الأولي أو الأساسي والإنتاج الثانوي. طبعا الأولي يتعرف على أنه غير اللون، أنه المعدل الذي تخزن فيه الطاقة الإشعاعية بفعالية البناء الضوئي والتركيب الكيميائي للكائنات المنتجة. إذن هي عملية، إذن هو المعدل اللي يتم فيه تحويل الطاقة الشمسية إلى مركبات كيميائية بفعل البناء الضوئي للكائنات المنتجة، طبعاً النباتات. الإنتاج الثانوي والإنتاجية الثانوي هو تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كيميائية أخرى. يعني مثلا سكر يتحول الى ماده اخرى، مثلا الى دهون، فهذا صار انتاج ثاني. الانتاجيه الاوليه طبعا قيام النباتات الخضراء باستخدام الطاقه الضوئيه من قبل صبغات الكلوروفيل وتحويلها الى طاقه كيميائيه تستخدم في تكوين ثاني اكسيد الكربون على هيئه ماده عضويه سكر، هاي الانتاجيه الاوليه. الإنتاجية الأولية الإجمالية الكلية يعني تشمل المعدل الكلي للمادة العضوية اللي هو السكر بضمنها المستعملة في عملية التنفس، لأن هنالك نوعين من السكر، سكر يستخدم من قبل النبات من أجل التنفس، وسكر يخزن. فعندنا نوعين من السكر، فاثنين من هذني يطلق علينا الإنتاجية الأولية الإجمالية. أما الإنتاجية الصافية (net productivity) معدل خزن المادة العضوية السكر في الأنسجة النباتية، طبعاً ناقص الاستهلاك التنفسي من قبل النبات. طبعاً النبات يقوم بإنتاج سكر، قسم منه يستخدم بالتنفس، هذا خلاص ضائع، وقسم يخزن. فالإنتاجية الصافية هو المخزن، هذا يسمونه net productivity. في هذا السلايد نلاحظ البرودكتيفيتي، جروس برايمري برودكتيفيتي، نشوف توتال فايتوسينثيسيس، توتال فايتوسينثيسيس هذا يسموه جي بي بي، يعني جروس برايمري برودكتيفيتي توتال فوتوسينثيسيس
all the sugar biomass made during photosynthesis. يعني الإنتاجية الكلية الإجمالية كلش السكر اللي يقوم بتصنيع النبات. Net productivity, sugar biomass that remains after phytosynthesis minus sugar being used up by cellular respiration. يعني الإنتاجية الصافية هي السكر الكلي ناقص السكر المستخدم في عملية التنفس. Net productivity يساوي gross productivity minus respiration. العوامل المحددة للإنتاجية طبعا نوع النبات. طبعا إذا كان النبات C3 أو C4 فمثلا C3 هي الحنطة، الشوفان، البنجر السكري، فول الصويا، الخس، التبغ. C4 هو قصب السكر، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، الثيل. طبعا هذا C4 أو C3 هي ذرات الكربون، عدد ذرات الكربون الموجودة في عمليات البايوكيمستري اللي تنتج، يعني النبات يقوم بعمليات طبعا بايوكيمستري، عمليات كيمياء حيوية. فقسم من النباتات يعني تنتج 3 كربون وقسم 4، فلهذا صار عندنا اختلاف في النباتات في ذرات الكربون. طبعا الضوء عامل، درجة الحرارة عامل محدد للإنتاجية، الماء عامل محدد للإنتاجية، ثاني أكسيد الكربون عامل محدد للإنتاجية، الأكسجين عامل محدد للإنتاجية، والعناصر الغذائية المختلفة أيضا كلها عوامل محددة للإنتاجية. صبغة الكلوروفيل، المساحة الكلية للورقة، كثافة النباتات كلها عوامل محددة. مستويات المجتمع، نفاذية الضوء، نوعية الضوء، هاي كلها عوامل محددة. سريان الطاقة طبعا، معظم الطاقة الشمسية الساقطة على سطح الكرة الأرضية ينعكس أو يمتص حيث أنه ينتشر في الجو أو يتحول إلى حرارة. الضوء الساقط على النباتات ينعكس حوالي 98% منهم. إذن عندنا ضوء 100% يدخل يسقط على النباتات، 98% منه ينعكس ويمتص فقط 2%. طبعا ينعكس يتحول إلى حرارة في الجو. هذا الـ 98% الأخرى. 1% طبعا 1% فقط يكون من الضوء الممتص من قبل النباتات يستغل من قبل صبغات الكلوروفيل. إذن 2% تمتص، 1% من هذه الاثنين تستغل في عملية التركيب الضوئي، وهي طاقة ضوئية حدودها طولها الموجي بين 400 إلى 700 ملي مايكرون نانومتر، أو معادل 4000 إلى 7000 أنجستروم. يكون الغطاء النباتي ما يقرب 30% من سطح اليابسة. قد يجي هذا فراغ. يجهز هذا الغطاء 62% من الكمية الإنتاجية الأولية، وتساوي 100 مليون طن سنوياً. إذن لدينا 30% من سطح الكرة، من سطح اليابس فقط، هي نباتات. هاي النباتات تنتج 62% من الكمية الأولية الإنتاجية الأولية. 62. الغطاء البيئي الصحراوي طبعاً ينتج 250 غرام وزن جاف للمادة العضوية في المتر المربع بالسنة. المناطق الاستوائية الرطبة تنتج غابات 5000، شوف الفرق، وزن جاف مادة عضوية بالسنة، متر مربع بالسنة. إنتاج مياه المصبات 4000 غرام. فبدك تلاحظ شوف الفرق بين الصحراء وبين المناطق الغابات الاستوائية الرطبة وبين المصبات بالنسبة للإنتاجية. طرق قياس الإنتاجية الأولية، كيف نقيس الإنتاجية؟ طبعا إما عن طريق الحصاد، قياس الأكسجين، قياس ثاني أكسيد الكربون، قياس الهيدروجين، قياس المواد الأولية، استخدام النظائر المشعة، قياس الكلوروفيل، هاي تجي تعداد. موضوع آخر هي السلاسل الغذائية، food chain. طبعا السلسلة الغذائية من اسمها سلسلة، فمثال عليها مثلا الذرة، لدينا نبات الذرة ميز، هذا هو البروديوسر، نبات منتج. طبعا أخذ الطاقة من الشمس، حول إلى من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية، إلى سكر وإلى مواد مركبات غذائية أخرى مثل الزيوت، النشا إلى آخره. فهذا هو الكائن الأول. يتغذى عليه الكائن الثاني اللي هو locust، اللي primary consumer، المستهلك الأولي،
فهذا يتغذى على هذا النبات. ثم من يتغذى على الجرادة؟ طبعا الليزر يتغذى على الجراد اللي هو مثلا السحلية تتغذى على الجراد، فهذا هو المستهلك الثانوي أو المستهلك الثاني. من الذي يتغذى على السحلية؟ الأفعى، الأفعى تتغذى على السحلية، فهذا هو المستهلك الثالث. فتلاحظ صارت سلسلة، فهي هاي سلسلة غذائية. نعم. في هذا السلايد نلاحظ الفود تشينز، السلاسل الغذائية، ليس السلسلة واحدة إنما مجموعة. نلاحظ هنا أيضا نفس المثال السابق تقريبا، الذرة كورن بس أسوي القلم، الفأر الرات، الجرذ يتغذى على الذرة، البوم أول يتغذى على الرات اللي هو الجرذ. هاي سلسلة أولى. السلسلة الثانية لدينا الجزر، الرابط يتغذى على الجزر اللي هو الأرنب، الفاكس اللي هو الثعلب يتغذى على الأرانب، الأسد يتغذى على الثعالب. إذن هذه السلسلة الثانية. السلسلة الثالثة جراس، حشائش، الجراد يتغذى على الحشائش، الضفادع تتغذى على الجراد، الأفاعي البايثون تتغذى على الضفادع الفروك. طبعا الجراس، الجراد هو جراس هوبر، فروك هو الضفادع، والبايثون هي الأفعى. من يتغذى على الأفعى؟ الإيجل اللي هو الصقر. فهذه الآن مجموعة من ثلاثة سلاسل وهكذا. أنواع السلاسل، الأولى هي البريديتور، السلسلة الغذائية الافتراسية، الثاني السلسلة الغذائية التطفلية باراسيتيك تشين، والثالثة هي سابروفايتيك تشين، السلسلة الغذائية الرمية. نلاحظ من هذا السلايد بريديتورز مفترس، ونلاحظ فريسة. طبعا some animals are predator, some are prey, some are both. فلاحظ هسه هذا predator، هذا prey، هذا الوسطي احيانا يكون فريسة واحيانا يكون مفترس. The predator eats a prey and the prey gets eaten by predator. السلسلة الغذائية في المناطق القطبية قصيرة، قد يجيك هذا تعليل ليش؟ السلسلة الغذائية في المناطق الاستوائية طويلة ليش؟ فطبعا السلسلة الغذائية في المناطق القطبية قصيرة لأنه كائنات قليلة بسبب صعوبة الظروف البيئية في المناطق القطبية، برودة جدا ودرجات حرارة متدنية تحت الصفر. طبعا الشمس نادرا ما تظهر، وإذا ظهرت فساعات قليلة، أحيانا أشهر تكون الشمس غير موجودة، ظلام. فهاي كلها تجعل السلسلة الغذائية قصيرة لأن كائنات قليلة، وقت ماكو، فتصبح السلسلة الغذائية قصيرة. بينما في المناطق القطبية لا، بالمناطق العفو الاستوائية لا، إنما تكون درجات الحرارة النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، وحرارة جيدة وأمطار غزيرة، فتكون الكائنات موجودة بشكل كبير وبالتالي السلسلة تكبر. هنا نلاحظ إذا مجموعة من السلاسل الغذائية معا، لاحظ هنا مجموعة من السلاسل الغذائية إذا تتبعون primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers، تلاحظ تشوف أنه مجموعة من السلاسل الغذائية تكون شبكة غذائية. فإذن الشبكات الغذائية food webs أبسط الشبكات، تكون في القطبين
والمناطق القاحلة، لأنه مثل ما قلنا ظروف قاسية فالكائنات تكون نادرة، وبالتالي الشبكات تكون بسيطة. أعقد الشبكات تكون في المناطق الاستوائية والمحيطات والأنهر المنتجة في المناطق المعتدلة، لأنه كائنات ظروف جيدة ومناسبة، كائنات موجودة بغزارة فتكون الشبكات معقدة. فلاحظ هنا هاي الشبكات، شوف الشبكة الغذائية كيف تقدر أنت تشيك كل كائن على من يتغذى وش يأكل، من على ماذا يتغذى ومن ماذا يفترس أو من أي كائن يفترس. التنوع الأحيائي اللي هو البيودايفرسيتي، طبعا في أي بيئة نستطيع أن نقيس التنوع الأحيائي، هل هذه البيئة متنوعة أحيائيا، كائنات كثيرة وغزيرة موجودة بها أو لا. طبعا التنوع الغذائي يعتمد مثل ما ذكرنا على قساوة البيئة، إذا البيئة قاسية التنوع يقل، وإذا البيئة لا معتدلة ولطيفة فيكون التنوع كثير أو كبير. التركيب الاغتذائي اللي هو تروفيكال ستراكشر، طبعا اكو كائنات تتغذى، طبعا النباتات تعتبر فيرست تروفيكال ليفل، النباتات هي اول مستوى غذائي. النبات يحصل على الطاقه من الشمس، ياخذ غذاء من الشمس، المخزون يخزنه في داخل انسجته. اكلات الاحشاب اللي هي الحيوانات، هذا سكند تروفيكال ليفل، فهذه الحيوانات تتغذى على النباتات كأكلات الأعشاب. المستوى الآخر اللواحم الأولية هي الحيوانات التي تتغذى على أكلات الأعشاب، يسموها third tropical level. المستوى الرابع اللي هي اللواحم الثانوية اللي هي fourth tropical level، الحيوانات التي تتغذى على اللواحم الأولية. أربع مستويات. مصطلح الأهرامات البيئية ecological pyramids، هذا هرم بيئي سموه ecological pyramid. فلاحظ producers المنتجات بالأسفل، primary consumer فوقها، secondary consumer اللي تليها، tertiary consumer آخر شيء. هذا الاتجاه هو increasing levels of food chain، إنه كيف انه لو نلاحظ انه النباتات كثيره تتغذى عليها اكلات احشاب ولكن اقل، تتغذى على اكلات الاحشاب اكلات لواحم اوليه اقل، اخر شيء تنتهي بحيوان واحد ياكل اللواحم الاوليه. انواع الاهرامات البيئيه، طبعا الأهرام العددية، أولا أهرام الكتلة الحية، أهرام الطاقة. قد يجيك سؤال عدد أنواع الأهرامات البيئية فتذكر ذول الثلاثة: the pyramids of numbers, the pyramids of biomass, the pyramids of energy. الطاقة طبعا مثل ما ذكرنا الشمسية المستغلة من قبل النباتات هي أقل من 1%، يعني 99% تذهب في تسخين البيئة، تذهب في أمور أخرى غير النباتات، لا يمكن النبات أن يحتفظ بها ويحولها إلى طاقة كيميائية، وإنما تذهب في جوانب أخرى. لدينا كائن هو الطحلب يسموه كلوريلا، هذا الطحلب يتمكن أن يستغل 20% من الطاقة الشمسية، هو عامل كفوء ويستغل من أجل الحصول على البروتين ويعتبر عامل غذائي. إذن الكلوريلا يعتبر سوبر فود، إز الكلوريلا سوبر فود، هذا هو الكلوريلا. وهاي نشوف الخلية مالته. طبعا هاي الأسئلة إذا أي واحد من الطلاب لديه أي سؤال فبإمكانه أن يرسله. فبارك الله بكم ونشوفكم بخير بإذن الله، في أمان الله.